خير يا ست، قالوا لي انك عايزاني في حاجه مهمه. اتفضلي انا معاكي. عايزه اقول لحضرتك ان عرب السويركي ما قتلش حسنيه. ادخل. تقرير الطب الشرعي في قضية عرب السويركي وصل يا فندم. سمعني كده بيقول ايه؟ التقرير بيأكد كلام عرب والشهود. الوفاة حصلت تقريبا قبل دخول عرب بثلاث ساعات. اطلع بسرعة النيابة بعد التقرير ده عشان يفرجوا عنه بدل ما يتحبس يومين كمان. يلا بسرعة بعد اذنك. تمام يا فندم، تمام. معاك يا ست، كنت بتقولي ايه؟ كنت عايزة اقول لحضرتك ان الواد ده واد طيب وابن حلال ويتيم وشقيق وما يعملش كده ابدا. وربنا ظهر الحق. الحمد وشكر ليك يا رب. ألف حمد وشكر ليك يا رب. قولي لي بقى أنت مين أصلاً؟ بقول لك يا غالي، الله يرضى عليك، بس ممكن أعمل ألو من تليفونك؟ ممنوع، ما ينفعش. اقعد بقى، ما توديناش في داهية معاك. يا عم يا رب المعبودة، يا أقل من دقيقة أكلم أمي بس أطمن عليها. ما بقول لك ما ينفعش. وقف بقى، خلي امك يعدي. مرات عمي، بتعملي ايه هنا؟ اهلا يا جمال، صباحك زي الفل يا حبيبي. كنت جاية أعمل ورق، قالوا لي هنا ما ينفعش. طب ما تعبيش نفسك، أنا أخش أخلص ورق بطاقتي وأرجع أعمل لك اللي أنت عايزاه، أنا مسيطر يعني. طبعًا طبعًا ما استغناش، بس هم قالوا هنا ما ينفعش، هعمله في الشهر العقاري. فوتك بعافية.